خلاص الفروض انتهت، ندخل في ماذا الآن؟ تعصيب. العاصب هو الذي يأخذ جميع المال إذا انفرد، يعني جاءنا ابن فقط ابن في المسألة يأخذ كل التركة، أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض زوجة وابن. الزوجة هنا إيش تأخذ؟ وجد فرع وارث تأخذ الثمن، الباقي لمن؟ للابن. مفهوم؟ يسمى عاصب. العصبة عندنا التعصيب على ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. ثلاثة أقسام. انتبه يا أخي، انتبه يا أستاذ، انتبه معي. العاصب بنفسه كل الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لهم. كم العدد صار عندنا الآن؟ الوارثين من الذكور كم عددهم؟ 15. لو حذفنا الزوج والأخ لهم يبقى معنا كم؟ 13. من النساء لا يوجد عندنا عاصب بنفسه إلا المعتقة، لأنها صنعت ما يصنع الرجال، مو تشبه لكن صنعت ما يصنع الرجال، أعتقت. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هنا قلنا 13 وهن واحدة المعتقة، أدخلناها هنا أصبح المجموع كم؟ أقول لك 13 زائد واحد 14. تمام. إذن الآن العاصب بنفسه 14، جميع الوارثين من الذكور عند الزوج والأخ لأم، ومن النساء المعتقة، هذا العاصب بنفسه. الآن نأتي للعاصب بغيره. العاصب لماذا؟ غيره، غير الذكر إيش؟ الأنثى. الإبن يعصب من؟ البنت. الإبن يعصب من؟ البنت. البنت. تمام، امشوا معي خطوة خطوة. ابن الإبن يعصب من؟ بنت الإبن. ابن البنت ما هو وارث؟ بنت الإبن. بنت الإبن. تمام. الأخ الشقيق يعصب من؟ أخت الشقيق. أخت الشقيقة. أخ لأب؟ أخت لأب. أخت لأب. ابن أخ شقيق؟ هذا غير وارث. بنت أخ شقيق ما هي وارثة، صح؟ إذن ابن أخ شقيق ما يعصب أحد. ابن عم شقيق لا يعصب أحد. عم شقيق ما يعصب أحد. إذن عاصب بغير كم؟ 4. الابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فأكثر، أخ لأب فأكثر يعصب الأخت لأب فأكثر، فقط 4. فلا يضحك عليك أحد يقول ابن أخ شقيق يعصب بنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق غير وارثة أصلا، وابن عم شقيق يورث بنت عم شقيق، البنت العم الشقيق لا ترث أصلا. مفهوم؟ تمام. إذن هذا عاصب بماذا؟ ها؟ بغيره. بغيره، تمام، غير الذكر الأنثى. يبقى معنا القسم الثالث، العصبة مع الغير. القاعدة تقول الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. ما معناها؟ يقول الأخوات يعني شقيقات أو لأب واحدة فأكثر، مع البنات أو بنات الإبن عصبات، عصبة مع الغير. مثال: بنت أخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة في المسألة، البنت تأخذ النصف عدم المعصب عدم مماثل، تمام. طيب هل الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف؟ لا، لأنه وجد فرع وارث. فماذا تأخذ هنا؟ الباقي تعصيبا. ما هي القاعدة؟ أخوات مع البنات عصبات، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن، وثلاث أخوات لأب، ثلاث بنات ابن الثلثين عدم المعصب وجود المماثل، عدم الابن فأكثر عدم البنت فأكثر، أخذنا الثلثين. يبقى معنا الأخت ثلاث أخوات لأب يأخذون الثلثين؟ لا، لأنه وجد فرع وارث. الأخوات مع البنات عصبات يأخذن الباقي، عصبة مع الغير. عاصب بنفسه 13، وعاصب مع غيره 4، وعصبة مع الغير الأخوات شقيقات أو لأب، مع البنات أو بنات الإبن عصبات، عصبة مع الغير. نعم. قال رحمه الله: طيب يبقى من نقدم ومن نؤخر؟ جاءنا ابن وابن ابن وأخ شقيق وأخ لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب والمعتق وابن المعتق وجد لمعتق وعم شقيق لمعتق. من نقدم ومن نؤخر؟ يقول عندنا أول شيء البنوة وبنوهم،
ثم الأبوة والجدودة على الراجح، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. من تقدم من تؤخر على هذا؟ البنو وبنوهم، الأبوة والجدودة، الأخوة وبنوهم، العمومة وبنوهم، ثم الولاء. مفهوم؟ تمام. الآن جميع الوارثين عندنا عدا الزوج والأخ لأم، مسألة فيها 13 وارث، الابن، المهم عندنا فقط الأب اللي هو يرث فرض، صح؟ يأخذ إيش؟ سدس. وجد فرع وارث. الباقي لمن؟ للابن ولا ابن الابن أو الجد أو الأخ الشقيق؟ الابن يأخذ يحجب البقية. مفهوم؟ تمام. إذا ذكرنا النساء مثلا، لو مسألة عندنا فيها كل الوارثات خلاص، طيب الزوجة تأخذ، الزوجة تأخذ السدس، تأخذ الثمن، وجد فرع وارث. تمام. عندنا من الآن؟ عندنا البنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس، من يأخذ الباقي؟ الشقيقة. مفهوم؟ نعم. تتقدم على المعتقة. يلا يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله: باب التعصيب. طيب لو اجتمع الوارثين والوارثات 25 عندك، اجتمعوا كلهم في مسألة، هل ما يمكن يجتمع زوج مع زوجة؟ لازم واحد يموت حتى الثاني يرث. غرفة هذه لا يمكن يدخلوها في وقت واحد، صح؟ تمام. إما زوجة وزوجة، هنا ربع وهنا ثمن إذا كانت زوجة. من يرث؟ يرث الابن والبنت، تمام، والأب والأم، صح؟ بقي أحد أو لم يبقى أحد؟ قلنا هنا الزوج وهنا أو الزوجة، ولابد من الأب والأم والابن والبنت. نعم، يلا مشي. قال رحمه الله: باب التعصيب. وكل باب التعصيب، وبدأ قلنا بالفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. قال رحمه الله: وكل من للمال طرا ضبطا، وحيثما استغرق فرض سقط. استغرق فرض سقط. عندنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وعم شقيق وابن عم شقيق ومعتق مثلا، الزوج يأخذ النصف، أخت شقيقة تأخذ النصف، بقي شيء للعاصب؟ يقول سقط. مفهوم؟ ما استفاد شيء من الوفاء، ما استفاد شيء إلا البكاء. نعم. قال رحمه الله: أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. نعم، يعني ما أبقت الفروض يكون للعاصب. نعم. وهو إما عاصب بالنفس، عاصب أو بنفسه، قلنا 14. نعم. وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا. نعم، عاصب بغيره 4، وعاصب مع غير الأخوات، مع البنات عصبات، شقيقاته لأب، بناته وبنات ابن. نعم. فالأول الذكور مع ذات الولى للزوج وابن الأم فيما نقل. ذكرنا لكم جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج الأخ لأم، ومن النساء المعتقة 14. نعم. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. نعم. والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. الابن يعصب البنت فأكثر، ابن الابن بنت الابن فأكثر، أخ شقيق يعصب أخت شقيقة فأكثر، أخ لأب يعصب أخت لأب فأكثر. نعم، أصحاب النصف عند الزوج طبعا. نعم. وبنت الابن بابن الابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. نعم. والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم. ومع أخوات شقيقات أو لأب، مع البنات وبنات الابن عصبات. نعم. ومع بنت الابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. نعم.